داخل هذا المبنى يعمل فريق جامعة أكسفورد لأبحاث اللقاح بشكل مكثف في سباق مع الزمن لإنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا. التقينا بالباحث العربي الوحيد ضمن الفريق الدكتور أحمد سلمان، وشرح لنا ما الذي يعنيه بدء التجارب السريرية في مرحلتها الثالثة والأخيرة للقاح أكسفورد المنتظر. بشكل عام المرحلة الثالثة من التجارب السريرية هي المرحلة الأخيرة لاختبار أي لقاح، وفي المرحلة الثالثة بيتم تضمين عدد كبير جدا من البشر، وبيكون مفضل أنه هو من أجناس وأعراق مختلفة نتيجة الاختلافات الجينية بين الناس من الدول المختلفة أو من الأماكن المختلفة، وبالتالي اختلاف استجابتهم المناعية. وتكتسب المرحلة الأخيرة من اللقاح أهمية كبيرة لتجريب فعالية اللقاح على البشر بتنوعهم العرقي، ويتوقع أن تظهر النتائج خلال الأشهر القليلة القادمة. المرحلة الثالثة لأي يعني تجربة سريرية هي يعني توضيح نسبة الحماية، يعني المرحلة الأولى والثانية بتبقى أكثر لتوضيح معامل أمان والاستجابة المناعية للقاح معين، ولكن المرحلة الثالثة لتحديد فعاليته ونسبة حمايته، يعني توضيح أنه هو قادر على حماية نسبة معينة من البشر بعد اللقاح يعني بشكل عام. الحكومة البريطانية أبرمت اتفاقيات مبكرة لتأمين ربع مليون جرعة حتى اللحظة مع عدد من المؤسسات التي يمكن أن تنجح فيها التجارب السريرية على اللقاح المنتظر، أهمها جامعة أكسفورد وإمبريال كوليدج. وسط مخاوف من موجة تفشي ثانية لفيروس كورونا في المملكة المتحدة، يسابق الباحثون في بريطانيا الزمن لإنتاج لقاح مضاد للفيروس، فيما الأمال معلقة في بريطانيا والعالم على النتائج النهائية للقاح أكسفورد لوقف تمدد الوباء الفتاك. جياب أبو صفية، سكاي نيوز عربية، مدينة أكسفورد.